لما بتكون متضايق أو مزعوج وين المكان بتحب تلجأ له؟ أول شيء بلجأ للوالدة الحنونة لأنه هي الأم اللي بتربي وبتلم، وهي بحسها أنه أعطف شيء بالحياة. ثاني شيء إذا ضاقت الدنيا فيني بروح البحر، لأنه بحس حالي لما بطلع على البحر بحس حالي أنه يعني عم باخذ روح، عم منسجم بجو البحر. ثالث شيء أنه بطلع مثلا انه هيك بالليل بقعد على البرندة وبختلي لحالي. بحب اطلع برات البيت، غير جو، مثلا امشي بالحديقة، امشي بالشارع، شوف اشخاص، او احيانا الجأ لكتاب، بس اهم شيء انه ما ضل حابسي القهر انه الحزن بالقلب، ولا طلعوا لبرا بطريقة سلبية او مؤذية للاخرين، بالعكس بطلعوا بطريقة ايجابية، وبحاول انه حول هذا الانزعاج لنجاح ولتفاؤل ولفرح. على الارجح انه يكون لحالي اذا غضبان، يعني محل لحالي قعد لحالي على البحر او بجي على الجامعه لهون بتمشى. اكثر شيء على البحر لانه هو اللي بيريح نفسيتي اكثر. ليش على البحر مو على الطبيعه مثلا؟ هيك البحر لما واحد بيشوفك ترتاح نفسيته اكثر لانه لونه هيك احلى. بحكي مع رفقاتي وبنروح على الكافيتيريا مثلا نتسلم على بعض وهيك شغله. بحب احكي مع حدا انه فش خلقي يعني مو اكثر. ماما اكثر شيء بحب الجاء لانه لما بغضب انا البحر. ليش البحر؟ ناسة كبير بحبه. على البحر أكثر شيء. ليش البحر؟ لأنه مكان هادي، وأنا يعني طفولتي كانت قريبة من البحر. قعد لحالي أنا بأغلب الأحيان إذا كنت متضايق أو بسمع أغاني أو هيك شيء، يعني أنه برتاح لحالي أكثر، يعني مشان أنه ما أنه أحتك مع حدا تاني أنه إزعجه أو هيك. هلا وقت اللي بتكون غضبان وين المكان اللي بتحب تلجأ له؟ أمي. ليش أمي؟ لأنه الأم بتلم مثل ما بيقولوا، والأم هي أحسن شيء بالدنيا. طبعاً بعد أمي تراب بلادي سوريا الحبيبة.